السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا أخواتي مجددا على قناتكم نزهة في البيت. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا الخنفر أو الماوي بطريقة جد مبسطة وسهلة، وتيجي ناجح وتيجي رائع لذيذ. تبعوا معايا مراحل التحضير ويلا نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاجو بيضة واحدة، غادي نحتاجو 2 معالق متوسطين ديال السكر الخشن، غادي نحتاجو شوية ديال الملح حسب الذوق، غادي نحتاجو خميرة ديال فورية ديال الخبز، غادي نحتاجو كأس ديال السميد الرقيق، وغادي نحتاجو 3 الكؤوس ديال الدقيق الأبيض، وغادي نحتاجو 4 ديال الكؤوس ديال الماء يكون دافئ. غادي نوضعو بيضة في الإناء اللي غادي نخلطو فيه، غادي نطربوها بالطراب اليدوي، غادي نضيفو البيضة ديالنا، غادي نضيفو ليها 2 معالق ديال السكر الخشن، وغادي نستمرو بالخلط بالطراب اليدوي فقط، ما غاديش نحتاجو الطراب الكهربائي، غادي نخلطو غير بالطراب اليدوي. غادي نضيف لنا الماء دافئ، عندي 4 ديال الكؤوس، وغادي نضيف الخميرة الفورية، غادي نستمر في الخلط حتى تدوب لينا الخميرة ديالنا على هذا الشكل هذا. غادي نضيف كأس ديال السميد الرقيق، غادي نضيف 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض، طبيعة الحال غربلناه قبل، وغادي نضيف عليه على الدقيق شوية ديال الملح، الملح تتبقى حسب الذوق. صافي، غادي نخلط مزيان الخليط ديالي باش العجين ما تبقاش في جهة واحدة، ضروري نخلطوه جيدا حتى نحصلوا على الخليط او العجين بحال على شكل ديال البغرير، العجين ديال البغرير. وهذا الخنفر تيشبه البغرير، غير هو تيكون بغرير غير ناجح، وتنطيبوه من 2 جوايه، نطيبوه من الجهه التحتانيه والجهه الفوقانيه. صافي، غادي نستمر بالخلط هالطريقه هذه حتى تجانس لينا العجين او تدوب لينا الخميره ديالنا وتجانس لينا الدقيق مع السميد. صافي، من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان تيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نغطيه وغادي نحتفظ به في مكان يكون دافئ، وغادي نخليه يخمر مده ديال نصف ساعه حتى 45 دقيقه. صافي، من بعد ما خمرت ليا العجين ديالي تجي على هذا الشكل هذا، غادي نحركها واحد شويه، واحد 2 دقائق نحركها مزيان. صافي، من بعد عندي هنايا المقلاه اللي غادي نطيب فيها تنسخن فيها. صافي، من بعد ما سخنت ليا المقلاه تندير شويه ديال الزبده او الزيت، تيبقى اختياري، تقدروا تضيفوا الزبده او الزيت، ولكن الزبده تيعطي الخنفر ديالنا او الفطيره ديالنا تيعطيها مذاق رائع. صافي، غادي نضيف مغرف على هذا الشكل هذا، غادي نضيف. صافي، ونسرح العجين ديالي وعلى عافيه مهيله باش يطيب لينا مزيان من برا ومن الداخل، ضروري تكون العافيه مهيله. صافي، من بعد ما تنحسوا بانه طاب من التحت تنقلبوه على هذا الشكل هذا ونخليوه يطيب. صافي، من بعد ما طابت ليا من التحت غادي نعاود نقلبها باش تكمل الطياب ديالها من الفوق. صافي، غادي نخلي عليها واحد دقيقه ونحيدها. صافي، من بعد ما طابت تجي على هذا الشكل هذا، غادي نحتفظ بها في الطبسيل، وغادي نضيف كذلك في المقلاه، غادي نضيف قليل من الزيت او الزبده، انا هنايا وضعت الزبده، وغادي نضيف الخليط ديالي على هذا الشكل هذا،
والنار ضروري تكون مهيلة. صافي غادي نخليها طيب على خاطرها. صافي غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نطيب الخنفر ديالي كامل. خليكم مع الصور. قبل ما نقلب الخنفرة ديالي هنا ضفت ليها شوية ديال الزبدة على الوجه ديالها وقلبتها باش الزبدة تتعاوننا تتعطينا واحد اللون ذهبي زوين الخنفرة ديالنا. صافي غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نسالي الخنفر كامل، من بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. صافي من بعد ما طاب تيجي على هذا الشكل هذا، تيجي رائع ولذيذ وسهل في التحضير. انا هنايا دهنته بشويه ديال الزبده والعسل، وتقدروا تدهنوه بالزيت او تقدموه هكاك. صافي انا غادي نقطع معكم وحده باش نشوفوها كيفاش تجي من الداخل، تجي على هذا الشكل هذا. وهاد الوصفة ناجحة 100% بدون خلاط كهربائي، غير بالخلاط اليدوي فقط. نتمنى يعجبكم الفيديو، إلى عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.